وحدات من الجيش السوري تتقدم باتجاه قرى الوطواطية وجمو ومزرعة جمو ومساحات واسعة من قرية باب الخير، وتسيطر عليها بعد اشتباكات مع مسلحي داعش. الجيش السوري عمد بعد ذلك إلى تركيز نقاط استناد جديدة في تلك المناطق، حيث بات على مقربة من فوج الميلبية الذي سيطر عليه مسلحو داعش في 24 من تموز يوليو الماضي، ومن مركز تجميع الأقطان وصوامع حبوب الميلبية ما يسهل عليه التقدم نحو مقر الفوج لاحقا. تقدم تزامن مع تعزيز النقاط الدفاعية في ريفي الحسكة الغربي والشرقي، وسط قصف مدفعي كثيف يواصل الجيش السوري عبره الضغط على مقاتلي داعش في قرى باب الخير والخمائل ومفرق الصديق وفوج الميلبية. إضافة إلى استهداف خطوطهم الخلفية في الشداد وريفها بهدف قطع طرق إمدادهم والحد من حركتهم، مستفيدا من انضمام المئات من أبناء تلك المناطق إلى صفوف القوى المساندة له، إضافة إلى حالات الفرار والانكسار والانشقاقات في صفوف التنظيم، وآخرها فرار عناصر حاجز الطقطاقة جنوب الحسكة وفرار عشرات من عناصره في مدينة الشدادي.